السلام عليكم جيش نورماندو. عاملين يا اصحابي عشني جدا يا جدعان. النهارده اليوم العالمي للجليتشات. انا بقعد غريب كده، بس انا يا جدعان ايه، مش بجيب لك بقى بتاع واقعد اجرب وبصوا وده بيعملها ومش عارف ايه، انا بجيب لك اللي بيتعمل كله، يعني انا بجيب لك الجليتشات الصح كلها، اما الباقي بقى اللي نقعد نجرب ايه ده فشلت مش عارف ايه، ما بعملش كده يا صاحبي، انا بجيب لك اللي شغال على طول. فانا عايزك كده على المجهود ده يا صاحبي، قبل ما نبدا كده تنزل تدوس على زرار الاشتراك، يعني من اللون الاحمر للون اي لون تاني يا خلصانه يا صاحبي، وتفعل زر الجرس وكده. وفي واحد رويال بس هنكسب واحد من الناس اللي بتفعل زر الجرس والمشتركه واللي بتشوف الفيديو للاخر، فهنعمل سحب النهارده على واحد رويال بس بقى في نص الفيديو في اخر الفيديو الله اعلم. ف استش اللايك يا صاحبي قبل ما نبدا جليتشات تيك توك النهارده في ببجي. يلا تعالى يلا على الفيديو على اوكي. طب يا اصحابي اول خدعه معانا في المكان اللي هو فيه ميه ده، العماير اللي فيها ميه دي، استنى كده نشوف المكان على الخريطه بالظبط. المكان ده بالظبط جنب روز هوب. حلو الكلام حلو الكلام. لا ربما الزون قفلت هنا ولا حاجه صاحبي، فانا اعلمك طريقه ان انت تخش بيها البيت ده من تحت يعني فاهمني. فكل اللي عليك ان انت هتروح مديها واحده كورونيه بالشكيله دي كده. نرجع نخش قدام شويه تمام، وبعد كده بنروح هنا كده، وبعد كده بتروح تدافع نفسك لقدام كده. حلو الكلام بس ايزي. اهو يا سيدي. حب إيه استنى كده يا اسطى، بيتلوت ممكن تضرب. الطلق طبعا بيوصل للسقف يا صاحبي، فيعني ما خدتش ثانيه. طريقه سهله جدا 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 اهو. بص يا صاحبي اهو انت بتشوف ايه ده. الحق يا اسطى انا الزنقه، انا كده خرجت يا جدعان. المهم يا جدعان انها نفعت يعني، بس انا الغلط مني ان انا ايه ما تجيش ناحيه السلم وبتاع، خليك قاعد تحت مكمبر يا صاحبي، علشان ايه لو انت بترانك كونكر ولا حاجه انت فاهم، الزون قفلت هنا في تيم داخل عليك تختفي بطريقه ذكيه فاهمني. فخدعه جامده جدا، ويلا نروح على الخدعه اللي بعدها يا صاحبي. طب يا اصحابي احنا دلوقتي في ايه، في المطار العظيم تمام، او المطار عند البيت دوت بالظبط في الخريطه كده زي ما انتم شفتوا، وادي المكان من حواليه تمام. مدخنة على شمالك والايه والبرج الكبير ده ايه قدامك تمام. بتروح جاي عند الباب ده كده بالصلاه على النبي حلو، وتروح باني وتقوم جاي ناطط. حلو قوي كده انت طلعت على المبنى. انا بس بوريك ان انت ممكن يعني اما تيجي هنا تروح ملوت وتطلع تاخد المكان هاي، بحيث ان انت ايه تاكل المدارس اللي هناك دي. بص في يعني في مدارس قدام كده وحاجات فاهمني، لو انت معاك سنايبر ولا حاجه في اخر الجيم فانت ايه تبقى واخد هاي ومحدش شايفك ومحدش متوقع ان انت هنا. حلو قوي حلو قوي. وتروح جاي يا معلم عند بعد ما تطلع من هنا. طبعا احنا طلعنا منين؟ احنا طلعنا من هنا. حلو قوي. بص بقى يا سيدي، بص بقى يا سيدي اهو كده، تروح جاي طالع على الحته دي كده تمام. بالتالي انت كاشف معظم المكان بتاع المطار، مش معظم المكان، انت كاشف المطار كله صاحبي. فانت لو معاك سنايبر تبقى حاجه جامده جدا ومحدش ياخد باله ان انت موجود هنا فاهمني. فخدعه جامده جدا يا جدعان للناس اللي بترانك يعني لو الزون قفلت هنا صاحبي، فانت مضطر معاك سنايبر كده ولا حاجه تفضل تلوت فيهم تفهم. وفي كفرات من هنا برده ممكن تاخد المداخل دي كفرات كده من هنا او من كل الاتجاهات كده في كذا واحده يعني. فالمكان اسطوري ومكان جامد جدا والله العظيم. يلا بينا على الحته اللي بعديها. بص يا صاحبي هو نفس المكان، مش شايفين البرج بتاع الاذاعه ده، هو جنب المكان اهو تمام. بص يا صاحبي بتروح داخل خش المكان تمام، وبتاخد الايه وبتاخد الهاي على طول اعلى مكان، وتروح طالع تطلع من هنا كده. حلو الكلام حلو الكلام حلو الكلام. تقوم جاي طالع اهو. طب انت في تيم جاي عليك بعربيه بتاع الحوار ده كله فاهمني، فقبل ما التيم يكون جاي يكون انت مخلص عليه تمام. مثلا تيم هنا كان جاي مثلا كده فاهمني، فحته خدعه صايعه. ويلا نروح اللي بعده على طول. طب يا جدعان الخدعه اللي بعديها هي انك ممكن تخلي العربيه طايره، وبالتالي ممكن تعمل بيها كمين او تعمل بيها اي حاجه تتخيلها بخطه شيطانيه. فانت كل اللي عليك يا زميلي ان انت بتروح جاي على نص العربيه كده بالظبط، بنيين ايه بتاع في النص كده في نص العربيه بالظبط تمام، بحيث ان العربيه ترفع معانا مرشدين
بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حلو قوي حلو قوي. هتروح جاي باني ايه؟ جباني برج التاني في التالت، فاهمني؟ اوريك انا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح جايين ضابطين واحد كده. لا احنا المفروض نظبط من قدام كده. حلو قوي. احنا ايه؟ ناخد العربيه كلها، بس ان احنا ايه؟ نجيب العربيه كامله. شفت انت كانها داخله الصيانه؟ هي كانها داخله الصيانه كده بالظبط. حلو قوي. اتبنى بسرعه كده ليه؟ تمام قوي تمام قوي. خليكوا مركزين معايا عشان احنا بنعمل اسطوره. هم جايين عاملين ايه؟ عاملين واحد كمان كده اهو كده اهو كده اهو. استني اهو اهو اهو. ونقتل البوت ده كده. نقتل البوت. حلو قوي حلو قوي. راجعين عاملين واحده كمان قدام كده. ان العربيه ايه؟ العربيه خدت زاويه كده. اعتقد بقى العربيه ايه؟ بالصلاه على النبي كده مش هتنزل تاني. فانا اقول لك هنعمل ايه دلوقتي تاني. يقول لك بقى بتفضل تضرب في البتاع ده وبتفضل تضرب يا صاحبي. تمام. يعني بص انا كنت باني ثلاثة ولا أربعة، فاهمني؟ بوظتهم كلهم. بتفضل تضرب تمام لحد ما الايه؟ لما تشيل كله هتلاقي العربيه معاك ايه؟ اهو. اللهم صل على حضره النبي. لا سحر ولا شعوذه ولا اهو. انا ماشي تحتها اهو. بص يا صاحبي اهو اهو. انا مس عليك اهو يا جدعان. تمام قوي. طيب انا ممكن ابني لكم بتاع دلوقتي واطلع فوق العربيه. حلو قوي. العربيه يا اسطى ايه ده؟ وقعت. المفروض اصلا ان انت ما تجيش جنب العربيه. تمام. فانت تعمل زي ما انا قلت لك كده، هتدي واحده في النص، واحده من قدام واحده من ورا، توزع العربيه وبعد كده تروح مكسر التلج. تمام. هتعمل كمين زي الفل. حلو قوي. تسيب العربيه طايره بقى كده، وايه مثلا حد جاي من عند كمين، حد جاي من اي حته، انت فاهم؟ هتقوم ايه بتديله في العلال. خلصانه يا صاحبي. حطهم على السريع كده، بس عاملين لي دوشه. بتيجي عند اي بص اي مدرسه البتاع اللي شبه سكول دي. تمام يا صاحبي. بقول لك بقى ايه؟ ان السلم ورا الحيطه دي، السلم بتاع البتاع هنوره لك من الناحيه الثانيه عشان كل شيء يبقى واضح بالنسبه لك. المفروض ان احنا بنبقى جوه الصندوق ده ومحدش شايفنا. تمام يا صاحبي. تمام يا صاحبي. فاحنا بقى ايه؟ المفروض من ظهرها بقى بنعمل الجليتش. حلو حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان انت بتروح جاي ضارب واحده كورونيه كده، وتقوم جاي ضارب داخل في وشها كده. ايه رايك بقى يا صاحبي؟ بص بقى يا صاحبي. زربيو 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 هنا يمين، وزربيو شمال، زربيو يمين وزربيو شمال. تمام. احنا دخلنا ايه؟ وريتك كيفيه الدخول. تمام. وادي الصندوق قدامي اهو. فانت تنزل دلوقتي تعمل لي لايك وتعمل اشتراك علشان انا دلوقتي بوريك عظمه، هتوريك افلامانات كده تخليك تعمل ايه؟ جليتشات وبتاع تطلع بيها مش كونكر اعلى من الكون، تطلع بيها الفضاء. ماشي. بص بقى يا صاحبي. زو اهو السهم هناك اهو رشا. بص انا هجيبه قريب عشان تشوفه. السهم قريب اهو. تقدر تدمج. اه واح واح واح. ايه رايك بقى يا صاحبي؟ فتنفع الخدعه دي للناس اللي بتحب الكونكر، الناس اللي بتحب ترانك. يعني في تنبش عليك بقى تروح مديله بقى واحده في الحلاوه كده، انت فاهم؟ ما حدش واخد باله بقى. يعني انت مثلا ممكن انت قاعد فوق السطوح. تمام. انا اوريك دلوقتي. بص تطلع بسهوله، تطلع بسهوله اهو يا صاحبي. بص وانت قاعد مثلا فوق السطوح وفي تيم راح باشش عليك، تمام، وانت عارف ان هو تحت، انت عارف ان هو تحت، هتقوم جاي نازل كده اهو. شايف المكان؟ مكان سهل جدا. هتقوم جاي ضارب واحده وتروح جاي داخل في ام المبنى، وتقوم مديهم في الامباليه في الشكمان على طول يا باشا، ونخلص الموضوع ده. طب يا جدعان خلونا نعمل سحب ونفوز واحد كده. ده بنعمل سحب على الكومنتات اهو. الناس اللي سايب الاي دي بتاعها يا جدعان، الناس اللي مشتركه والناس اللي مفعله الجرس هي اللي بتظهر. يعني الناس اللي بتشوف الفيديو للاخر هي اللي بتظهر يا جدعان. فاحلى مسا عليكم. يلا بقى نعمل ايه؟ سحب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مين يا زميلي؟
خالد احمد عقبال المليون. الله الله, الله يبارك فيك يا صاحبي. يا رب يا جدعان المليون يا جدعان. ادي الاي دي بتاعك يا صاحبي. اهلا مسا عليك. نخش بس نتاكد ان هو موجود. طب يا استاذ ادي الاي دي بتاعك اهو. اسمك خلود ام 16. فعلا يا صاحبي الاكونت موجوده 100 100. خد بقى ايه 660 شده كده صاحبي. احلى مسا عليك يا اخويا. يلا بينا نكمل الفيديو. اهو يا جدعان شفت يا صاحبي؟ شايف انا فين؟ بص يا صاحبي انا فين؟ تعمل نفس الموضوع نفس الموضوع. بص اهو اهو شوف انا فين. أنا بص يا صاحبي انا فين؟ انا جوه الاوتوبيس. انا جوه الاوتوبيس. كنا احنا نعرف نطلع ازاي؟ انا بصراحه ما درستهاش. لا يا جدعان طب انا عايز اطلع. طيب عايز اعمل ايه عادي؟ بطلع يابا. السلام عليكم انا ميت. بص انت ممكن تحول منظور اول يا صاحبي تمام وبعد كده ايه انا معيش طل. ادي النيله الليله الطين. هات يا عم المسدس. اه يا اسطى ممكن تقضيها ضرب ايه من ورا الاوتوبيس. يعني انت قاعد جوه الاوتوبيس تقعد تضرب براحتك بقى فوق يمين شمال بدماغك. اهو 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 بس انا الزون جت وهتموتني ان شاء الله. يلا بينا يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الخدعه اللي بعديها يا جدعان بلازم يكون معاك العربيه الباجي او اي عربيه تانية تقدر تخليها ايه في نص المايه تحت. تمام يا زميلي تمام. هقول لك انا الخدعه دي اصلها ايه وفصلها ايه. بنيجي ناخد العربيه الباجي. نركب يا عم العربيه الباجي اهو حلو قوي. وتقوم جاي وروح نازل. فين بقى؟ تقوم جاي نازل في المحيط. طيب بص اوريك كل حاجة. ننزل في المحيط دلوقتي بالعربية الباجي بتاعتنا. ننزل في المحيط ونجيب كبريت اهو. بص بقى يا سيدي احنا دلوقتي قاعدين في البتاعة تحت. فانت كل ما دمك يجي ينقص كل ما دمك يجي ينقص تقوم جاي راكب العربية. تركب العربية تركب العربية وتنزل. تركب العربية اهو. بص تركب العربية اهو. بص يا اسطى تركب العربية. بص يا اسطى كل ما تركب العربية تفضل تدوس كده تدوس كده اهو. بص تدوس كل ما تدوس يا صاحبي اهو. ترفع ايه تخلي ترفع اهو. الرئة بتاعتك بترجع من تاني. بص اهو انا اصلا مستخبي تحت المايه اهو تمام. فانا ما افضل اعمل كده كده بتجلش معايا التنفس بتاعي بيزيد اهو. بص تمام بس خلينا نطلع يا جدعان. خلينا نطلع يا صاحبي. بص بقى يا صاحبي احنا اهو تمام. هنفترض ان في تيم حواليك. الزون قفلت في المايه. الزون قفلت بقى في اي مكان. عايز تعمل خدعه في ناس هتروح جاي العربيه الباجي بتاعتك تحت تمام. تركب تركب وتطلع تركب وتطلع. بص شوف 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 الرئه بتاعتك سليمه بسم الله ما شاء الله اهو. بص شوف اهو. فدي خدعه تخليك عايش طول الحياه اهو. ما بتموتش. جليتش الخلود بس تحت الميه تمام يا صاحبي. جليتش الغواصين خلصانه يا صاحبي.